من معالم المسجد الأقصى المبارك باب الحديد الواقع في الجهة الغربية للمسجد بين بابي الناظر والقبطانين، وهو أحد المداخل المتفرعة عن طريق باب العمود. نرحب بكم مشاهدينا من القدس. باب الحديد هو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الموجودة أيضا في منطقة الغربية للمسجد الأقصى المبارك بشكل رئيسي. اللي بيميز فعليا باب الحديد هو المعالم المعمارية الموجودة حوله. هو فعليا كل من يأتي من شمال مدينة القدس أي من طريق باب العمود يجب، أو من أسهل الطرق لدخول المسجد الأقصى المبارك، إما باب الناظر أو باب الحديد أو باب القبطانين، فهو واحد من الأبواب أيضا موجودة في المنطقة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. فكل شخص بيجي من شمال مدينة القدس باتجاه طريق الواد بيقدر يدخل لمنطقة باب الحديد من هذا الشارع بشكل رئيسي. باب الحديد من أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذا الباب مش كتير معروف للقادمين إلى مدينة القدس، بالذات أنه إحنا كمان بنشوف أنه هو باب صغير نسبياً، باب مستطيل. هذا الباب كمان فيه له كتير من المعالم التاريخية، سواء داخل أسوار البلدة القديمة، وأيضاً في معالم مرتبطة بهذا الباب داخل المسجد الأقصى المبارك. لو نتعرف أكثر على تاريخ باب الحديد. باب الحديد هو واحد من أشهر الأبواب المملوكية اللي موجودة في داخل مدينة القدس، لأنه اللي بناه هو الأمير أرغون المملوكي، ومعنى كلمة أرغون بالتركي حديد، فمن هون إجا تسمية باب الحديد بهذا الاسم. بجانبه بالضبط المدرسة الأرغونية، المدرسة الأرغونية أيضا اللي بناها الأمير أرغون المملوكي. واللي بيميز هذا الباب إنه من بداية دخوله حتى وصولنا للباب هي كلها هاي الطريق واحدة بناء مملوكي بحت، فمنقدر نسمي هذا الحي أو هذا البواب هو الحي المملوكي الخالص أو البحت الكامل بأنه بناء مملوكي. في عندنا المدرسة البكرية بجانبها المدرسة الأرغونية، ومقابلها أيضا رباط الكرد اللي أيضا بناؤه جاء في الفترة المملوكية. واللي بيميز الأبنية المملوكية هي فعليا ميزة الفنون المعمارية الموجودة فيها، فأنت من دخولك لأي مدرسة من المدارس خاصة الموجودين حوالين باب الحديد أنت يجب أن تصعد إليها، وهي دلالة أنه العلم يرتقي، أو أنت بترتقي فعليا في العلم، فأنت بتصير على درجة مختلفة من الناس المش متعلمين. الإشي الثاني، بعد عملية دخولك أو صعودك أول درجة أو ثاني درجة بتشوف أنه على إيدك اليمين وإيدك الشمال مصاطب، وهي المصاطب كانوا يسموها مكاسل، أي المكان اللي بيرتاح فيه الطالب بعد ما يستأذن من أستاذه الدخول للمدرسة، بيرتاح في هذا المكان حتى يأذن له الأستاذ. من بعدها بتشوف اللون الأحمر والأبيض اللي هو الأبلق والنظام الأبلق في عملية البناء، واللي احنا بنشوفه في داخل مدينة القدس بشكل كبير جدا، لأنه 70% من أبنية مدينة القدس بنيت في الفترة المملوكية. من بعدها بتدخل من باب ضخم، هذا الباب فوق الباب بالضبط اللون أسود وأبيض اللي بنسميهم إحنا المعشقات أو الصنج المعشقة، اللي بالتداخل لونين مع بعض، وهذا بدلل على فن جديد في داخل مدينة القدس جاء من أصلا من ناس أغراب عن العرب اللي هم المماليك اللي جاءوا لمدينة القدس، حتى يحببوا الناس فيهم كناس أغراب، وما بلش في عملية البناء بفنون جديدة ممتعة للناظر فعليا، وأصبحت اليوم إرث مملوكي في داخل مدينة القدس. اللي بتطلع أيضا في أعلى البوابة، في أي باب من أبواب من أبواب المدارس المملوكية بشوف المقرنصات، وهي عبارة عن حجارة متدلية من السقف، اللي طبعا نهاية كل سقف بيكون على شكل خوذة، وهي دلالة على المحارب. بعد دخولنا للمدرسة من الداخل أيضا بتكون مقسمة إلى طابقين، الطابق الأول هو طابق التعليم أو الغرف الصفية فعليا، والطابق الثاني هو مكان استراحة ومكان نوم ومكان معيشة الأستاذ، وخاصة أنه في الفترة المملوكية اللي ازداد فيها الاهتمام في العلم والتعليم كانت فعليا بيعطوا للأستاذ راتب، وللطالب أيضا مكان للنوم وراتب شهري اللي بيقدر يصرف فيه على حاله. فهذا هو حال المدارس اللي موجودة حول
باب الحديد اللي هي المدرسة الأرجونية، بالإضافة إلى مدرسة البكري أو المدرسة اللي بناها أبو بكر ابن مزهر اللي بنسميها المدرسة المزهرية. أما رباط الكرف فهو واحد من الأربطة المهمة جدا الموجودة في داخل مدينة القدس، هو أيضا من الأبنية المملوكية اللي اليوم هو عبارة عن مساكن لجزء من سكان مدينة القدس. بعد عام 1967 كان في اهتمام إسرائيلي جدا في هذا الباب، فجزء من رباط الكرد أو جدار من رباط الكرد تم تحويله إلى ما يسمى حائط البراق الصغير أو حائط المبكى الصغير، اللي بيعتقدوا بأنه هو واحد من أجزاء الجدران الهيكل الثاني القديم، ولكن طبعا أثريا هي عبارة عن جدران رومانية قديمة موجودة زيها زي أي جدران في داخل مدينة القدس. فبيتم وجود عدد كبير من المستوطنين في هذا المكان وتأدية صلاة العديد من المستوطنين في هذا المكان، فبنشوف أنه في هذا الباب خاصة في هذا الباب عدد في الأعياد اليهودية يتم إغلاقه بشكل كامل على السكان وعلى الزائرين، وبتم دخول المستوطنين إله بشكل أسهل حتى يسهلوا دخول المستوطنين لإله، وهون طبعا بعيق عملية تواجد الزوار أو الحجاج أو سكان مدينة القدس اللي بدهم يدخلوا للمسجد الأقصى من هذا الباب. بعد دخولنا من باب الحديد احنا بنكون مقابلنا بالضبط مصطبة أيضا تسمى مصطبة باب الحديد، ومن ثم بجانبها واحد من أشهر الأبواب اللي هو باب القطان. لكل باب من أبواب المسجد الأقصى حكاية. انتظرونا في حلقة جديدة من القدس خلال شهر رمضان المبارك.